حفظت المخطوطات بين متونها شتى المعارف والآداب، وأسهمت الجهود في سالف العصر على توثيق إرث الحضارات والثقافات والشعوب، فشكلت هذه الأوعية قناة فكرية تربط الماضي بالحاضر وتجعل المعارف حاضرة في كل زمان ومكان. الزميل محمد العرجاني في قراءة لهذه المخطوطات. تعد المخطوطات شاهدة على عصور مضت، كانت بها المعارف والآداب أثمن ما يدون ويخط، لتشكل قناة تواصل بين جيل مضى وجيل أتى. هذه المخطوطات والتي تشكل إرثا ثقافيا لكل بلد، فكيف إذا كانت هذه مخطوطات عربية في حقبة زمنية لم يكن أحد يضاهي العرب ثقافة وعزة فيها؟ هنا في مكتبة الملك فهد الثقافية مخطوطات نادرة مضى على بعضها أكثر من 1000 سنة، أعيد ترميمها وتعقيمها لما تحويه من قيمة معرفية وثقافية عالية. أما بالنسبة لكيف المخطوطات نحصل عليها، فهي بثلاث طرق. إحدى الطرق أولها الشراء، الثانية وهي الإهداء، والثالثة إهداء تكون ضمن مكتبات خاصة. أقدم مخطوط هو مصحف كوفي يعود إلى القرن الثالث الهجري. كونهم أنشأوا هذه المكتبة والدولة أنشأت هذه المكتبة وعملتها أصلا من أولوياتها هي حماية التراث المخطوط، يعني البحث عن جميع المخطوطات داخل المملكة في جميع المملكة. وقد توجت المكتبة جهودها ب79,000 مخطوطة، من بينها 6,000 مخطوطة أصلية، وتعد هذه المجموعات نادرة وثمينة. شكرا للزميل محمد العرجاني. وبالمناسبة الجهات اللي في السعودية لديها تمتلك مخطوطات أصلية كثيرة ويحق لنا أن نباهي بها وتستحق أن نوسع لها حلقات قادمة. حلقة يا هلا انتهت، تقبل الله صيامكم، ألقاكم غدا فمان الله.